غطوا ظهرنا يا اولاد من هنا، خليكم هنا شوي. الله اكبر الله اكبر. في يوم 16 مارس 2011 تقدمت قوات كتائب الامنيه التابعه للقذافي الى مدينه مصراته وحاولت السيطره، لكنها لم تستطع الدخول الى مدينه مصراته المجاهد، وفشلوا فشلا ذريعا، والشباب يوقفوهم على الطريق الساحلي وهو علم الاستقلال يذهب الان للسيطره على نقطه في الطريق الساحلي. في هذا الوقت الان وامامي النقطه هنا، نبدو اننا سيطرنا بالكامل على الكتيبه الموجوده الان يسار الطريق، وقد سيطرنا عليه والحمد لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. واحد هنا وشد واحد هنا. سيارته قاعد ملوح. لا لا شوف شوف الناس عم تشوف الريف. لا والله ما بيت نصور الحق، واحد منا وقسما بالله ما نقدر نصوره. تو حتى الجماعه قالوا ما تصوروش. احنا هذانا بنموتوه انتو وبنبعتوه للجزيره، حتى التلفونات قصينهم الكلاب. اكثر من واحد يتصل يقول الو ايوه. كلموا معي كمين غادي. كاميرا عادي صور اليوم ليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخيرا تطورت يا وشعاله. الله اكبر. دوينك دوينك. الله اكبر الله اكبر. ما تقربوا شيء يا اولاد. يا اولاد مرات المكان مفخخ ولا حاجه، ردوا بالكم ما تحركوا شيء. الان محاولة الثوار لتمشيط طريق الساحل، مكان يقع في هذه اللافتة توضح المكان اللي موجودين فيه نحن الان. من هذا المكان تبعد العاصمة طرابلس حوالي 240 كيلومتر. جايينك يا معمر جايينك جايينك يا معمر. بدل الله باب العزازية جايينك. جايينك عفتر يا معمر. جايينك جايينك. الله أكبر جايينك. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. منشوف جوا الكاميرا ولا مزال؟ لا خليها خليها خليها. هذا الوقت الله اكبر الله اكبر الله اكبر. تاريخ 16/3 الله اكبر.
في منطقة كرزاز. الكتيبة تتمركز على الطريق الساحلي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله. خليك يا عبد العالي واطي بس. عارف رو ان شاء الله لينا، عارف السيارة اللي خشت ولا ايه؟ ان شاء الله هم راح. ما هو شبحت انت الطلقة ميم طاتة واللي فاتت. بشوية بشوي. بشوي بس.